تالي لسه بيضة دلوقتي، البيضتين مع بعض في وقت واحد الاثنين لأول مرة أشوف الظاهرة دي، لكن فيهم بيضة اتكسرت أهو. دي أول مرة تحصي، هي لسه عليها ريش، باقي عليها ريشتين، يمكن علشان كده أول شغلها البطين في وقت واحد. يا جماعة المعجزة، كان طبعا يمكن احتمال قشرتهم رؤية أو إنهم نزلوا على السلك بتاع السلاكة ده. الذكر أنا شاريه من مكان والنتاية شاريها من مكان. أول مرة تبيض، باضت عندي البيضة دي، طبعا مش التلات بيضات بتوعها، هي بيضة واحدة بس اللي هي البيضة الكبيرة دي، البطين. طب هي باضت البيضة دي الكبيرة دي ليه؟ البيضة دي يا جماعة، البيضة دي فيها زغلولين، وهقول لك ازاي انا عرفت، اقول لك ازاي انا عرفت. بس قبل ما نشوف، روح اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. هنشوف بقى، نطفي النور ونفرز البيض. البيض ده بقاله حوالي 5 ايام. طيب احنا شغلنا الكشاف وشفنا شكل الكتكوت في البيضة اللي هي بصفار واحد او اللي فيها كتكوت واحد، شفنا عاملة شكلها ازاي. اهو بسم الله ما شاء الله فيها زغلول، شايفين؟ وزغلول واحد اهو، بسم الله ما شاء الله اهو بيتحرك، شايفين النقطة، شايفين العروق دي، هو ده الزغلول بالظبط كده، ده الشكل اللي هو الزغلول اللي في البيضة الواحدة. لو استنينا عليها بكرة او بعده هتحس ان القلب بيدق يا جماعة، هتلاقي ان في ان النقطة دي بتتحرك كده، بتنبض. تمام، ادي البيضة الواحدة. طب تعالى نشوف البيضة اللي انا متوقع ان هي تكون بصفارين او فيها زغلولين، اهو جبناها، نحطها نظبطها بس على الكشاف اهو يا جماعة. شوف، تحس اهو، شوف سبحان الله المنظر يا جماعة، زغلولين اهم زي ما انا توقعت بالظبط، زغلولين، شايف ده لوحده وده لوحده، البيضة فيها زغلولين. هل هيفقسهم؟ الله اعلم، بس هنا اتوقع بنسبة كبيرة جدا ان الزغلولين مش هيفقسهم، عن تجربة مرت عليا قبل كده ان البيض اللي فيه صفارين او فيه زغلولين ما بيفقس. ده سبب من اسباب ان الحمامة بتبيض بيضة واحدة يا جماعة. يعني ممكن واحد يقول لك الحمامة بتبيض بيضة واحدة، هي بطين في بعض، بيضة كبيرة زيادة عن اللازم، بالاخص لو هي البيضة طويلة بالشكل ده، تعرف ان هي البيضة فيها زغلولين. وما شاء الله هم لحد دلوقتي عايشين، فعلا هنتابعهم وهنصورهم مع بعض لما يفقسهم او ما يفقسوش، برضو نكسر البيضة او نقشرها ونشوف فيها ايه من الداخل، هنشوفهم مع بعض. شوف سبحان الله مقسومة بالظبط بينهم في نقطة، خط فاضي في النص، ان هما زغلولين اهو، حيين ما شاء الله اهو، ده واحد وده واحد اهو، يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو فقسهم يا جماعة هتبقى معجزة، لو فقسهم تبقى معجزة. طبعا الذكر والنتاية اللي احنا سايبينهم مع بعض دول هنجربهم كمان عش او عشين كمان، هنشوفهم. طبعا شلت منهم البيضة حطتها في مكان تاني تحضين على البطين التانيين علشان نشوفها هي تبيض تاني، ونشوف هي هتفقس هتبيض نفس الطريقة البيضة الطويلة دي، ولا تتصلح وتبيض البيضة كل بيضة لوحدها، تبيضهم بطين يعني بدل بيضة واحدة بسفرين، هتبيض كل بيضة لوحدها، ولا هتستمر على نفس المشكلة دي. لو هي هتستمر على نفس المشكلة دي طبعا هنتخلص منها، لكن مش هنبيعها لحد علشان ما نبتليش حد بيها يعني. طيب هنور النور تاني. البيضة كانت متباضة يوم 31 واحنا النهاردة 18، يعني المفروض ان هي كانت تفقس النهاردة، تمام، لكن هي طبعا ما فقستش، وانا المفروض كنت شفتها قبل كده لان هي بتبان ان هي باظت من قبل كده، لكن هي هنشوف نعرف ازاي.
هي البيضة ازرقت لونها باين لو شفنا كده. ايوه شوف المزرقة ازاي، البيضة مزرقة. طيب احنا هنشوف ايه اللي حصل بعد كده. النتاية دي يا جماعة اللي كان منصوب عليا، وكانت جالي رجلها مكسورة. ايوه كانت جالي رجلها مكسورة. واسيب لك الفيديو بتاع اللي هو اتنصب عليا في الحمام اللاحق، الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، اللي هي النتاية اللي هي دي. النتاية باضت تاني اهو الحمد لله. هي باضت البيضة دي يوم 17، البيضة الاولانية اللي هي بسفرين كانت يوم 31/1، لكن احنا 17/2 باضت البيضة دي، وعليها بيضة ان شاء الله تبيضها بكرة. بيضة عادية، باضت بيضة عادية خالص، لكن انا حاطلها البيضة البلاستيك دي. طبعا حطيت البيضة البلاستيك على مطبيض البيضة التانية، طبعا مش مكانهم ده، انا هرجعهم لمكانهم تاني عشان محدش يقول ان انا بقول كلام غير صادق. طبعا زي ما قلت لكم ان هي اول مرة تشتغل، ده اول شغلها، فانا مسميها اهو لاحم رقم 3، بيضة الاولى 31/1 سنة 21. طبعا بيضة كبيرة، بيضة واحدة بصفرين، ده اللي انا كاتبه اهو. بيضة التانية مفيش مكتوب اهو بدون، تمام. يبقى بيضة التانية مفيش، هي بيضة بيضة الاولى بس بصفر واحد، لكن الحمد لله هي المرة دي باضت بيضة عادية، بيضة صغيرة طبيعية. هشوف نوريكم البيضة ووريكم انا عملت ايه. طبعا البيضة البلاستيك تحتها. ليه بقى انا بشيل البيضة؟ شوف انا بشيل البيضة واحط بيضة بلاستيك، بشيل البيضة احطها في قطن كده اهو. البيضة بتاعتها دي البيضة الحقيقية اهو، لاحم 3 يوم 17/1، يبقى المفروض 17 و19. الفاسدة جواها ايه؟ طبعا انا عالجت الحمامة دي كتير، هيموكلار وعلاج اسهال، وكان فيها جدري اول ما جبتها، وقلت لكم ربنا هيكرمني منها ان شاء الله، لان انا صبرت عليها، صبرت عليها، وقلنا نصبر عليها كمان اما نشوفها هتبيض البطين في وقت واحد ولا لا. طبعا البيضة فاسدة جدا، فانا هكسرها عشان حضراتكم تشوفوا ايه اللي جواها، لكن يفضل حضرتك ترميها على طول. طيب وانا افتحها كده بالمقص على المنديل ده، حاول كده. طبعا ريحتها وحشة جدا، شايفين هي فسدت من زمان زي ما انا قلت. يبقى البيضة اللي بصفرين مش بتنفع، شايفين ميت من بدري، نزل فينها فتفيت. ايه بقى اللي استفدناه من موضوع النهاردة؟ ايه؟ ان انت لما تلاقي بيضة كده كبيرة بصفرين ما تسيبهاش، يبقى تشيلها تحضنها تحت حمام تاني اذا كان عندك امل انها تطلع، لكن هي مش هتفقس يعني ان شاء الله، وعلى الله يا ريت اللي تفقس عنده يقول لنا، لكن هي احنا بنعمل اللي علينا وبنحضنها تحت حمامة تكون بيضة بطين تاني، او تكون بيضة بيضة واحدة، تكون بيضة في نفس الميعاد بتحطها معاها، وفي نفس الوقت بتعطي النتاية فرصة انها تبيض بيض تاني، لان كان فاتها لسه راقدة على البيضة، فاحنا سيبناها فبيضت تاني الحمد لله. يبقى احنا كده كسبنا وقت، ما سيبناهاش راقدة على الفاضي. كده موضوع البيضة خلاص الحمد لله. وبكده هكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.